بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بأبناء مدرسة الطائف الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله نستكمل مع بعض الدروس المتبقية في مادة الدراسات الاجتماعية، والنهاردة هنشتغل في الجزء الخاص بالتاريخ، وهناخد الوحدة الثانية إن شاء الله. والوحدة دي بتتكلم عن مظاهر الحضارة الإسلامية. أول درس في الوحدة وهو بيتكلم عن روائع حضارتنا الإسلامية في الحكم والإدارة. الجزء الباقي سهل جدا، وده بيتكلم عن الحضارة الإسلامية. أول حاجة، مفيش حضارة بتقوم من غير دعائم أو أسس قامت عليها الحضارة الإسلامية. أنا عندي 5 أسس رئيسية قامت عليهم الحضارة الإسلامية، ولو ما كانوش موجودين عمرها ما كانت قامت الحضارة الإسلامية. الأساس الأول وهو ارتباطها بالدين الإسلامي. أكيد طبعاً الحضارة الإسلامية هتقوم على الدين الإسلامي بمبادئه السمحة اللي بتدعو إليها الدين الإسلامي. البند الثاني أو الأساس الثاني، محافظتها على اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، هي اللغة الأم، هي لغة شبه الجزيرة العربية، هي لغة أداة تحصيل العلوم. تم ترجمة كتب الحضارات الأخرى في زمن المأمون إلى اللغة العربية علشان نستفيد منها، وده مش معناه إن إحنا ما نتعلمش بقية اللغات، لا بالعكس، ده الإسلام دعانا، حتى هنيجي نتكلم عليها في الأساس الثالث، اهتمامنا بالعلم دعانا إلى تعلم اللغات الأخرى علشان يحصل فيه تواصل ما بيننا وما بين اللغات الأخرى. البند الثالث أو الأساس الثالث وهو اهتمامها بالعلم. الإسلام منذ بدايته، منذ الوهلة الأولى، وهو بيدعو إلى العلم وحرص على العلم. لما نزل جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أول كلمة قالها لسيدنا محمد هي اقرأ، ودي دعوة إلى اكتساب العلم. طبعا المقصود بالعلم هو العلم النافع. طبعا هنا ذكرت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحث على العلم وعلى مكانة العلماء. طبعا هنا العلم القائم على البحث وعلى التجربة. هنيجي نتكلم على الأساس اللي بعد كده، استنادها على قواعد أخلاقية، وده شيء مهم جدا. يستحيل يكون ما عندناش رصيد أخلاقي ونكون أصحاب حضارة. لازم يكون عندنا أخلاق زي العدل، زي المساواة، زي الرحمة، زي التسامح، وغيرها من الأخلاق اللي دعانا إليها الإسلام ولازم نكتسبها في حياتنا. آخر أساس عندي وهو انفتاحها على الحضارات الأخرى. لم يدعو الإسلام أبداً إن إحنا ننغلق عن الحضارات الأخرى، لا، ده دعانا على إن إحنا نترجم ونتعلم من أصحاب الحضارات الأخرى، ومش هناخدها زي ما هي، لا بالعكس، هناخدها نواة نتعلم منهم كيف قامت وإزاي نقوم الحضارة الإسلامية. طبعاً تم ترجمة الحضارات الأخرى زي الفارسية والهندية واليونانية والرومانية، تم ترجمتهم إلى اللغة العربية، وكانوا نواة لقيام الحضارة الإسلامية. هنيجي نتكلم دلوقتي على نظام الحكم والإدارة وهو الحياة السياسية. الحياة السياسية اللي هو كيف كان الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو كان حاكم الدولة الإسلامية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر لنا منصب ورتبة سياسية، نظام سياسي، وهو الخلافة. إذن الخلافة لم تظهر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بيتم فيه اختيار من يخلف المسلمين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين والدنيا. ده نظام سياسي لحكم دولة الإسلام، ولم يظهر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم لما نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره ما بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الرفيق الأعلى، واختار النبي بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. على الرغم من علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من ينوب عنه في حكم الدولة الإسلامية، وترك الأمر الشورى للمسلمين، قائم على الشورى والانتخاب. تم اختيار كل الخلفاء الراشدين بمبدأ الشورى والانتخاب.
اما لما دخلنا في زمن الدوله الامويه والدوله العباسيه النظام اختلف تماما، بدل ما كان قائم على نظام الشورى قام على نظام الوراثه. ده اول جزء عندنا في نظام الحكم. البند الثاني وهو الوزاره. الوزاره طبعا هي كانت موجوده من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام الخلفاء الراشدين وايام الامويين، كانت موجودة في ظل الفترة دي كلها من أول النبي صلى الله عليه وسلم لحد الدولة الأموية، عرفت لفظا ومعنى. بمعنى إيه؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بيستعين بأبا بكر الصديق رضي الله عنه بأن يتولى بعض الأمور نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في عهد الخلفاء الراشدين إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيطلب المساعدة أو بيطلب من عثمان ابن عفان بأن يتولى أي أمر من أمور الدولة الإسلامية ينوب فيها عن سيدنا عمر ابن الخطاب. عرفت كذلك في عهد الدولة الأموية لأن الأمويين كانوا بيستشيروا العلماء في بعض أمور الدولة الإسلامية. أما في عهد الدولة العباسية أصبحت وظيفة رسمية ويعين صاحبها وبيسمى وزيراً. ده بالنسبة للوزارة.